للهجمة المرتدة، وهذا هو قلب الدفاع. ماتس هوملز يحاول افتكاك الكرة، هجمة أرجنتينية وجيروم بوتانغ. الخطورة، خطورة في هذه الكرة، وهذا أول نموذج أرجنتيني في الهجمة المرتدة. كابتن محمد بكل تأكيد الدفاع جيروم بوتانغ لمانويل نوير. ميرسلاف كلوزا يتفوق عليه إزيكيل كاراي. ماتس هوملز، توني كروس، عكسية، كرة جول. غونزالو إيغواين يرفض الهدية الألمانية من توني كروس. غريبة، عجيبة، كابتن محمد لم يعاودنا غونزالو إيغواين بهذه التفويت في هذه الفرصة. كرة رائعة، إنزو بيريز اليمن يوزع، جول رائع، رائع، رائع. لا لا يا غونزالو، الحكم يقول هنالك تسلل. فرحة أرجنتينية لم تتم، الرايه من الحكم المساعد الثاني اندريا ستيفاني. اعطينا الصوره، رجعوا لنا الكره حتى نتابع انطلاق عمليه الهدف. هذه هي كره بيريز، او هرب توماس مولر، هجوم خطير، مولر، اوه اندريا تشورلي، اندريا تشورلي، وامامه الحارس روميرو، ولو ان هنالك رفع الرايه، وبالتالي تشورلي كان في موقف متسلل. ترجع كرة لتوني كروس، كروس يوزع، جول، الرايه الان، الرايه الايطاليه لراسيه بنديكت اوفيداس، المساعد الايطالي الاول ريناتو فافيراني يقول لا، هنالك مخالفه. هذه الاعاده، عمليه جلب ربما موجوده على كل، لكن الكره لم تدخل. هي بكل اربع لاعبين، وهذه كره ميسي، جول جول جول. اليوم ليس يومك، اليوم ليس يومك يا ليو، وحده وحده يا سريع، عدت كل الدفاعات والحارس مانويل نوير. اجمالي تشورلي، تشورلي يوزع، مسعود أوزيل لم يكن عازف الليل. شفنا الهفوات الفردية للمنتخب الأرجنتيني قد تكلفهم غالي. تقدرش تلعب بالنار قدام المنتخب الألماني، قدرة سريعة ومساحات وسرعات واستخدام أنسب للمساحات والسرعات اللي احنا شفناها في المنتخب الإيطالية. أم هي الثالثة الأرجنتينية ليعادل الكاتبة الألمانية، وهذه كرة سريعة خطيرة. اضطرابات، بلبلة، دربكة في الدفاع الأرجنتيني والمنتخب الألماني. ميسي لحد الآن ما زال يتابع، يتمنى هذه كرة. ليو يراوغ، يا سلام، يعطي كرة للأمام، ليو يحاول التصويب، أراد نسخة كربونية من مباراة ليو ميسي بهذه الكأس العالمية لما سجل في الشباك البوسنية، لكن هذه المرة لم تكن قوية ومثالية. منتخب ألماني قادر أن يكون غدار، وهذه كرة مسعود أوزيل، أوزيل يراوغ، يصاب، كرة المونديال، كرة المونديال لتوني كروس بذهبية سرية كردية تركية من مسعود أوزيل عازف الليل. توني كروس يا كابتن محمد ضاع في هذا المشوار، لا مبالاة غريبة من كروس. هذه كرة، الحكم ريتسوني، وجوتزا، كرة جول، لا، اي 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 اي، زلزال من الجانبين، ما يعديش مع جيروم بوتانغ. حرب نارية بين النجوم العالمية، وهذه أغويرو ومانويل نوير. دخول الالمان مداوي كابتن محمد، بالضبط، ودخول جوتزا وتغييره مع مولر، ومولر في العمق الهجومي. لعب سبورتينج، يوزع كره في ظهره، كره جول، لا، يرفض الهديه مره اخرى بعد اغوين. مارتين ديميكنيس، استلام لشفاينشتايجر الذي أصاب الآن من أغويرو، وأغويرو عنده إنذار. أوري
بيتزولي يراقب الأرقام. أندري تشورلي يعدي يوسع جول جول في الماراكانا زلزال في الماراكانا زلزال في الماراكانا الألمان أسياد هذا الزمان في الماراكانا الألمان أجمل علامة ومع الألمان عمرك ما تعلم بالأمان الألمان خلص على الأرجنتين في الدقيقة 112 الآن يحتوي ميسي بحضور أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا يتوج المنتخب الألماني بأغلى الأماني في مونديال ماراكانا أكبر علامة ميسي خروج من الباب الصغير يا كابتن مبروك للمنتخب الالماني يستحق البطوله ويعتبر وصول المنتخب الارجنتيني للمباراه النهائيه بتلك التشكيله وبتلك المستوى اللي ظهر فيه يعتبر انجاز للكره الارجنتينيه